سنين وانا مراقبه مرمر نتون بمقلبه والشعر الاسود شيبه مرمرني توني مرمرة ويومي جايب كاميرا مرمرني قلبي ضوجة مرمرني توني هواية سابيني هو سباية يومي جايب كاميرا وخلاني صرت حجاية مرمرني توني لشافني قشمرني لما انضافني وان النجر بيها طحت جذب علي وعافني فنان جابوا دولب جاب اللاعب تعب لكن يخب المقلبة مرمرني توني يا بشر تحشيش وانواع الفكر كلش حلو جنة قمر جايب نجوم ويانا يومي حلقة هنانة ما حد علي يزعل ترى والوسط كل اخوانه مرمرني توني هواية سابيني هو سبايا يومي جايب كاميرا وخلاني صرت حجايا حياكم الله رمضان كريم صحة وعافية على شعبنا الحبيب حلقة جديدة من برنامج مرمرني توني اليوم الضيف هو مختلف كل القصائد اللي عنده هي بيها اكشن وبيها مشاكل ضيفنا هو اليوم الشاعر علي الشيخ خلونا انا وياكم نروح نستقبل علاوي وان شاء الله اليوم علاوي ما نقصر وياك ببرنامج مرمرني توني السلام عليكم السلام اهلا استاذ حي استاذ علي شلونك نورتنا تفضل تفضل عندي الله الله بخير الله بخير تاخرت علينا اي والله بعد ازدحامات شايفين بغداد صحيح الله يسعدك الله يسعدك ما حصلناك يعني مرتين ثلاثه اربعه البارحه يعني شغالات وتعرف هالايام اعمال هواي الله يساعدك التوفيق ان شاء الله التوفيق الله يساعدك وصل علاوي ومرتاح واستقبلته بيان واستقبله ابو محمد استريح حبيبي علاوي شي عجبك تتغدى اليوم ويانا تتغدى مقلب انا ما عرفت شو الموضوع يعني صار اتصال وما عرفت شو الموضوع شكرا حبيبي. والله احنا تعرف شركه مال انتاج اوكي اي واني وست انا المدير التنفيذي وست هم وياي نعم. والمدير الشركه استاذ طارق هسه هو على جيه اي فعندنا مهرجان وراد يعني من طلب عندي انه اجيب مثل جنابك يعني واحد من الشعراء الشباب الله يخليك الله يسلمك ان شاء الله وان شاء الله شنو موضوع المهرجان والله هاي التفاصيل هو يمه هسه بس يجي وراح يجي ويشرح لك التفاصيل المهرجان يردون يعني شركه شنو الموضوع احنا شركه مال انتاج هي شركه انتاج ليش جينا المطعم اولا حبينا نغديك هنا ثاني شيء شركة عندنا صيانة يعني من الشركة فحبينا نلتقي هنا الشركة عندنا صيانة فقلنا هنا هذا مطعم هم الحمد لله خوش مطعم وشوية هادئ وزين الحمد لله إن شاء الله هلبيك يعني مرحبا الله يسلمك هلا وإن شاء الله هسه هذا المهرجان رايدين ببعض الشعراء نعم. ايوه فحبينا وعن شنو جنابك خاطبناك حتى نعرف والله انا قلت لك التفاصيل هو يم الاستاذ هسه يجي يم الاستاذ المدير شنو ويجي لك التفاصيل هو اهم هيجي يا الله السلام عليكم وعليكم السلام كيف الحال؟ اهلا وسهلا شلون الصحة؟ اهلا وسهلا شلون؟ تفضل استاذ بيونا شلوني؟ اهلا وسهلا استاذ محمد الله يسلمك شلون الصحة؟ الله يخليك استاذ شلون؟ الله يسلمكم شو اخباركم؟ على سلامتك شلون؟ الله يسلمكم لابس نظارات خمك شي انا مو سولفت لك بالحادث يا ابو محمد اي على السريع محمد قاسم
قصدك محمد القاسم. محمد القاسم لاعب بالمنتخب. إيه يقصد هو السريع. سريع محمد القاسم. عندكم لاعب اسمه محمد قاسم. نعم. وعندكم سريع اسمه محمد قاسم كل طسات. وين الحكومة العراقية؟ صحيح. أنا مقيم بالمغرب 16 سنة ماكو طسة بالمغرب. فعلا. وين اليوم؟ صحيح. يعني بهاي الطسة. اجيت انا ما امشي، احنا عندنا نظام بالدول نمشي 120. انضرب اعصابك استاذ اعصابك. انضربت السياره المحافظ انتعب الحادث انتعب. انضربت السياره بالسياج والجام كله ما سياره طب عيوني وثلاث عمليات العين يا سي ثلاث عمليات هسه الشبكه مال عيني كلها متاذيه. ايش اسوي؟ عندنا مهرجان ولازم نكمله. الله يسلمك عندك العافيه ان شاء الله. الله يسلمك. لا ان شاء الله ما ينخرب بيتك يا حبيبي. شكرا على هاي المفردات الجميله يا غالي. انا استاذ طارق رئيس الشركات الانتاج الفني. عندنا شركات انتاج الفني نسوق بها مهرجانات، عندنا مسلسلات انتاج، عندنا اغاني جاي ننتج. الحمد لله. اي الحمد لله. موفقين ان شاء الله. الله يسلمك. موفقين. هسه هم عندنا اغنيه انتاج لحسام الرسام، عندنا اغنيه راح تكون من انتاجنا. يا الله. أي. يا الله موفقين ان شاء الله. بيونه شلونك؟ الحمد لله استاذ. وهسه فتحت انا شركه ببغداد بالعرصات يديرها ابو محمد. هو راح يكون رئيس هذه الشبكه. الشركه. الشركه. انا بالي يم الشبكه. انا بالي يم الشبكه مال عيني. والدكتور الدكتور لا مو الدكتور ايش قال لي؟ قال لي ترى الشبكه مال عينك تعبانه ولازم عمليه بسويسرا. صحيح. الشبكه مال عيني مدمرتني. فايش تسوي؟ انا عندي عقد وعندي مهرجان. وتعرف استاذ علي اذا عندك عقد ومهرجان التزام. الله يقومك بالسلامه ان شاء الله. الشركه الراعيه ما ترحم بك استاذ علي، مو صح ولا لا؟ صحيح. لازم تنفذ بالمواعيد. بيان عيني الثلاجة نصبتوها بالممر؟ اي نصبناها مثل مارد. كل شيء كملتوه؟ نعم. ابو محمد كيف الحال؟ الله يسلمك. الله يسلمك. دزيت لك ذاك اليوم فلوس بيزا وشتك وصلا؟ لا والله ما اعرف. تقول هو مريض؟ لا تقول على اساس انت تتزوج عليها وعندكم مشاكل. انا اريد من يمك بعد بالحياه الزوجيه لا تدخلني ابدا، يعني زوجتك يوميه تخابرني. ومشاكلك انت وزوجتك. احنا نسولف مع زوجها على المهرجان. ويتزوج اثنين وثلاثة واربعة. من حقه. الشرع حل الاربعة. من حقه. اكيد. بيونة تقبل زوجتك تزوج. هذا حق طبعا اقبل. ليش ما اقبل؟ الشرع حل الاربعة. انت متزوج متزوج استاذ؟ لا لا الحمد لله. ما متزوج الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. احنا انا عندي مهرجان. نعم. وهذا المهرجان راح ينعرض على احد قاعات بغداد. يا الله. واختارناك لك لان انا كنت بالمغرب تقريبا قبل شهر. نعم. شفت لك حلقه ويا احمد البشير. اي فكانت الحلقه جدا جميله وشفتك يعني شاعر متمكن. انا شايفك قبلها مهوان، بهاي الحلقه شفتك شاعر. فاحنا عندنا مهرجان، هذا المهرجان راح يجون به كل الوزراء اللي بالوطن العربي. كلهم راح يجون ان شاء الله. ما حد يتعطل، ما حد يصير لا 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 كلهم. استاذ علي تحب تمزح وياي ولا شنو؟ لا كل الوزراء راح يجون يا حبيبي. شلونك كابتن حبيبي؟ ايش اخبارك؟ لا انا ما اسلم كورونا. لازم تلتزمون بالوقايه. ما يصير هنا بالعراق. تعال خلنا اعلمك شغله. تعال تعال يمي تعال. نعم استاذ. هنا بالعراق ليش ما تلتزمون؟ وين شفوفك؟ ملتزمين احنا. ما اشوفكم ملتزمين. على عموما اريد قهوه بندق. نعم. ماشي. ونزل لي هنا أنا اريد سمك. تاكل؟ تاكل سمك؟ اي وصينا وصينا. وصوا استاذ. اي انا ترى بالغربه ماكو سمك مثل العراق، اريد سمك عراقي. اوكي. عراقي يريد. يسمع. ان شاء الله. اي اريد ثلاث سمكات هنا نزل لي. لو اسوي سمكتين. هسه القهوه البندق ويا الشبش تنزل؟ لا لا بعد بعد. اشوى حسبالي. لا لا استاذ علي حبيبي. تحتاجوا شيء استاذ؟ لا شكرا شكرا شكرا. شوي استعجلوا به. يلا حتى اقوم اغسل وهمذ بهاي الكمامه خنقتني. اي. اي حبيبي استاذ علي. نعم. هسه اريد نعرف اجورك يعني. نعم. اي طبعا احنا ما دام الموضوع اللي بغداد فبغداد تستاهل منا ان نمطيها، وهذا اقل شيء نقدمه لبغداد. نعم الله عليك بالبدايه وشكرا لك لانك تفكر هيك تفكير البغداد. فمهما كان السعر ما راح نختلف انا وياك ان شاء الله ما دام البغداد ان شاء الله. شكرا لك حبيبي. انا اجوري بال يعني داخل بغداد 4000 4000 بغداد 4000 دولار.
من جايب علي يعني السيد خلف يا حبيبي. نو حلو يا حبيبي كيفكم؟ المهم فالنص بغداد يعني شقد؟ 2000 هواي سويها 1000 وخلنا نقرا سورة الفاتحة ونتوكل على الله. سويها 1000 قبل من 2000 سويها. سويها. استاذ علي اليوم انت عندك قضية وطنية، قضية العراق، هذا مهرجان البغداد، انا مو زين ما قلت لك ببلاش، سويها 1000 لخاطرنا ما تخسر. لخاطرنا. طبعا احنا مو برعايتنا لا. 1500 احنا برعاية الشركة معروفة بالعراق بعدين نقول لك. ولا انا برعاية شركة معروفة لو يعني مسوينا اوكي. شبابنا اللي 1500 نتوكل. تتفضل باكر لنا بالشركة نعطيك العربون بس احنا نريد عقد يكون بيناتنا خاف بيوم المهرجان وما تجي زين انت تقول لي تعال خذ من بغداد طيح من نفسك البغداد ما طيح ما طيح من شركتك البغداد تو ماخذ عربون ماخذ اشياء مو اني كذا شنو الموضوع استاذ انا لو المهرجان انا اخذت المهرجان فلس ونص يعني تعرف دا انط من جيبي يعني الشركه الراعيه اعطتني اجور جدا قليله انت تعرف ما عنده اجور صح تعرف رادو ومحمد عبد الجبار ومحمد عبد الجبار خطيه جا مجانا بس خابرته قلت له البغداد قال لي صدق كذا استاذ طارق انا مجانا اي فعلا اي تحياتنا هم الي محمد عبد الجبار محمد اي إيه تحياتنا إلي توصلنا إلي مو تحياتي إلي تقول لي إلي هذا أقول لك خابر البحر مو تتحكي إن شاء الله خابره وأقول للأستاذ طارق يقول تحياتنا إليك يسلم عليه إن شاء الله ونشكرك وتحيات كل الفريق الجاي يشتغل بالشركة ويا أستاذ طارق إليك تقول لي إلي سوينا موجود هو يمي خابره اليوم وأقول له محمد صار بعيد لا مو محمد بدأ يشغل عقلك يا أبو محمد بدأ يشغل عقلك يا حبيبي يا قلبي هاي لا سويني عصبي يا أبو محمد والله يا حبيبي نتوكل 1500 يا حبيبي هذا هو ها هي متفقين تتفضل باكر يمنا بالشركه ان شاء الله ايوه احنا استاذ احنا هم عندنا كاميرات حديثه وعندنا اجهزه حديثه خاف عندك زملائك الشعراء يحبون يصورون قصائد فيديو كليب يم تكون بالشركه اني عندي مواقع بكل الدول يا حبيبي وصينا على غدا ما كمل غدا استاذ غدا كمل الصح يجي ايش وقت يجي بس ثواني يلا يا حبيبي استعجل يا قلبي يلا يا قلبي تكلوا مقبلات تكلوا عينك يا اهلا وسهلا بك استاذ علي هسه انت وين بيتكم بالبصره؟ لا حاليا بغداد بغداد ايش عجب انت مو بالبصره؟ لا لا حاليا بغداد مأجر هنا بغداد لا لا انتقل لبغداد انتقلت اشتريت اشتريت هاي اشتريت كلها من فلوس الشعر؟ هسه لاحقنا على فلوس الشعر قلت لك الفلات منين اشتريت؟ كارتن القهوه وين؟ تجي هسه تجي أنا أقوم أغسل إيدي ما تغسلون إيديكم قبل لا غاسلين غاسلين ونظيفة إيدنا غاسلين إحنا قبل لا غاسلين إيدينا إحنا دائماً واحد يغسل إيده قبل الأكل على مود يحافظ على الميكروبات اللي تنزل بالمعدة فعلاً دائماً لازم نحافظ من التلوث من كل شيء نعم وهسه إحنا بنواجه فيروس كورونا انا اقوم اغسل ايدي واجيكم على راحتك خذ راحتك شكرا شكرا كابتن حبيبي شكرا شكرا متعوا بالاكل اغسل ايدي واجي اكلوا قبلي ليش انه انا شوي اتاخر عندي مكالمه من برا لا 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 اكلوا انا ما اشتهي بس قهوه بندق هاي وعندي مكالمه برا خلصها واجيكم خذ راحتك جيبوا لي برا القهوه البندق بالحديقه شويه يعني اخذ راحتكم بالغداء تم الاتفاق اوكي استاذ علي تفضل هاي طبيعته تعذرنا احنا طبعا طريقة كلامه هيك نعتذر منك هو هاي طبيعته واللي تعرف هو عايش بالمغرب يعني حتى اللغة مالته مو مثل مكسرة اي مكسرة عادي يعيش بالعصر تفضل 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 استاذ تفضل ركض ركض يعني حتى بس العفو صار غلط بالحساب اي هلا دا اقول يعني ايش دعوه اي الله يخليك اشتبهوا تاكد تاكد نعتذر احنا اسفين والله تاكد نعتذر لانه بالعاده كابتن تاكد منه معود احنا خفنا طبعا ما قدرنا 330 وايد اي تليفونه مغلق مغلق شو هون التليفون وراي؟ لا اسفين ونعتذر استاذ شكرا شكرا غلط بالحساب لا لا اشكرك حبيبي شكرا عيني غلق التليفون مال
خليج استاذ طارق اسوي طبعا نبلا ايش بشنا سويته يعني ما شايف عندي ترى اي صحيح استاذ بس عود الحساب في الوقت عين احنا ما شايفين حساب بالبدايه غير نكمل الاكل وبعدين اي على راسي صحيح كلامك لانه اني الشفت مالتي انتهى بس اتحاسب حتى اسلم وغادر ما يخالف احنا مديرنا اللي يغسل بس يجي اكيد استاذ طارق يغسل يدي راح يدفع الحساب ماشي صح 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 سهله سهله صح بعد استنى ناكل لو غسلت ميت ما طولت تليفونه مقفوله شو قافله هو يمكن شحن خلص اخاف مخلص شحن خابر هواي سيجي سيجي اوكلوك تجارة اي تعرف ما شغله هواية صح اي خابر بس يجي اي ابو محمد شو وقت تتزوج حتى تعزمنا والله وين خلينا نعطينا راتب هسه يعني شاق احنا وصل يعني ارز ضال على الراتب احنا بالراتب استاذ يعني راتب ما يعني غير ما الله يدبر اموره صحيح واحد ما عمل مره تريد نيشان تريد مصاريف الزواج اكيد أنا صار لنا 3 أشهر بلا راتب ليش يعني منتظرين لمن يجي من عمان زين على هذا المهرجان عود اجى بكي من عمان لو المغرب هسه ما نريد راتب المغرب بس وعمان يروح الغد. دبي يروح دائما مكانات يعني يجي بس يدفع الغداء ما نريد حتى راتب هسه يجي هنا يروح يغسل يرجع هسه يجي ما عنده سهله صحيح نبغى ما شايل فلوس ولا أنا ما شايله يعني بجمعتي كلها 10,000 ما عندي بس ليس ويبين انه حرجنا ويا الولد يعني كلش عيب هذا الرجال عازمين احنا عيب والله واحنا اللي مخابرينه صحيح شغل شغل هاي هذا يعني يدوي واحد ويشيل احسن منه اي احسن منه يعني استاذ حضرتك من الحساب اشكرك بس احنا ولو 195 هوايه حكينا بس المدير ما عندنا سيدي المدير كان قاعد هنا المغاسل ولا هسه يعني هو هذا ركب سيارته وطلع هاشم شلون؟ مو الاستاذ كان قاعد هنا؟ بس يجي هذا لا ركب سيارته وطلع لا هو بالمغاسل هسه يجي غير احنا شفناه وهاي الكاميرا اتصل علي اتصل علي اتصل ما تليفونه مقفل اتصل شوف وين صار تليفونه مقفل يا ما نرد اسلم الشفت انتهى دوامي فلازم امرح تروح؟ اي ما انا اسلم يعني وين استاذ طارق؟ لا ما شعليبي مغلق تليفوني هذا انتظر شوية عيني ليش مستعجل اعطينا مجال انتظر شوية اعطينا مجال واني بس فهميني انا بدي اسدد حسابي اي اعرف بس هو المدير عازمنا على غدا يعني يلا ماشي تهنسه شوية وغير لا ماكو شفت داخل وراك ما يصير الا اني اسدد ما يصير تهنسه شوية بعد حد ما كنا ما كنا شو منتظرينه بعدين كل شيء محصل منتظرين يعني علاوي يقول انا مسوي دايت ما اشتهي اكل اوكي نص السمكه وانه بشير يريد بيبسي هذا غير دايت نص سمكه ما اكل تريد بيبسي بسيط علاوي على كلامه انا ما بسهل لا اني استاذنا العفو بالعكس انت عزيز علينا لا 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 خدمتكم انت الله يسلمك هذا مربك احنا نتبع ان شاء الله ماكو مشكله حتى لو نخابر اي خابر الشركه خابر البيت يجيبونا ماكو مشكله بس احنا ما ندري بيه الاستاذ مالنا شكل وضعيته اليوم صحيح مأثر عليه الحادث اي هو هذا اللي ينطق بعيونه يطل التليفون المغلق اي يخلص شحن والله ما عندي ما شايل فلوس انا ليه؟ اي لا عين استاذ لا حبيبي الان انتهى دوامي اقدر اروح احنا فلوس ما شايلين المدير مالنا تقول طلع انت شفته غير اي طبعا شفت الاخ من يجي بسلامه احنا باقي نمطي مو انا ارد اسلم هو ما يروح بعيد اني هسه يجي لا على راسي انا ارد اسلم نعم. لازم لا 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 اسدده واغادر لان ما اقدر لا ما يصير لا حساب غير احنا انا اخابر يجيبوا لي فلوس مو انا ارد اروح يعني شلون ما يخالف اخابر هسه اخابر ورا ساعه يجيبوا لي فلوس وانطيها للاداره مو لحظه المشتول هنا لا روح الله اكبر بس قول الاداره ما يقبلون الاداره لازم من عندي اعطيني الحساب استاذ عيني طيب مجال شنو بايقيك تفضل انتظر شويه خلينا نكمل احنا ماكو دعواتهم ثاني باقيين ما طالعين يعني نقول لك ما طالعين ما اشتغل عندك انا ما اشتغل عندك بس ما يخالف رخصتك يا روحي كل شويه جاي ما يصير عيني استاذ
دول عيرك الحساب ايش قد انا ادفع. لا ما يصير انت تدفع، احنا لا ندفع بس نخابر يجيبون لنا فلوس يعطينا مجال. يا كابتن اخوي قال شنو عزلتوا يا عيني؟ بس انا ما ادري تصيح يعني ما اعرف. مو هنا صيحت يا اخي، انت قاعد تصيح علينا. انا ما بصيح، انا احكي بكل ادب. ادب يا شيخ، سجلت مره ناكل وجه. وانت شكو تصيحين؟ وانت شنو انا اشتغل عندك تحكي هاي مالك؟ انا اشتغل عندك. اي انتظر ما في شيء. ايش تسوي هنا؟ ابني على كيفك ابني يا اخوي. زين نزيدك نزيدك استاذ. انت جاي تعرف ديار احنا شو؟ ما تعارك انا ما تعارك. عمي روح انا ندفع لك، انا باقي هنا باقي. عمي انا باقي باقي. ما بايقك هذا اسلوبي، هذا اسلوبي، هذا اسلوبي، هذا اسلوبي، ايش بيه اسلوبي؟ ما عاجبك؟ اي طبعا ما عاجبني. وليه عجبك؟ بس عيون لا تصيح. ليه عجبك؟ انا ما اشتغل عندك. يلا ولا انا اشتغل عندك. عيب على المره يطلع صوتها. عيب عليك انت، عيب عليك انت. يلا 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 متجاوزين. يلا ما ندفع يلا شو نسوي نسوي؟ يلا قعد قعد. لا ما عندها كل اسلوب. بابا على كيفك والله جاي اطلب الاسلوب منك. انا باقي انا هنا باقي بالمره. اعطوني اعطوني حساب. ما يصير اسالف على اساس. اعطوني حساب. ما يصير احنا عيون ايش قد. عمي انا باقي بالمطعم هنا يمكم. خلوا عيب اخي العزيز، انا اريد اسدد واروح. انا ايش علي يومين؟ ابقى يومين ما عندي مشكله. عمي يومين انا ادفع لك بس ساعة الزمان. تنتظر يعني شنو؟ قد حسابك. انت لا تحسين وبعدين ما تطالب. شنو انا ما احكي؟ ليش حتى ما احكي؟ لا احكي. لا تصيح. انت لو لا تصيح. انت لو لا تصيح. عدل هاي. يلا. وشنو الهاي؟ لا تقول هاي احترم نفسك. تعبت لا لا. لا تقول هاي. بابا لا 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 الله يستاهل. لا ما تستحي. حل خليه بس خليه بس خليه بس طيب. وين تبغى تصلح؟ يقوم. ما يستحي. ساعة. ليش ما يقول مرة؟ معيب. ساعة. حل دقيقة دقيقة. هذا المدير هذا المدير هذا المدير هذا المدير هذا المدير هذا المدير دقيقة. يا حبيبي يا قلبي علي الشيخ شتوني أنا في مقلب برنامج مرمر نتوني علاوي. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك امورك؟ اعطيني بوسه. انا هلا اقول ما معقول اكتر هذا الزلمه الكبير. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ اخبارك شكو ما لا والله ربي ومنصدم. الصدق هو هذا ابي جاي دق حبيبتك هاي خليني اجاوب. لا والله حمودي حبيبتي. حمود اسمه؟ والله يجوز يعني تبي تزوج ولا ما متزوج؟ ما متزوج مو؟ سامحوني صفقه علي الشيخ الشاعر الراقي المتميز الاشعار كلها اكشن ومشاكل مو صح؟ لا لا بس انت شاعر حقيقه الله شاهد. سوينا عليه هاي المؤامره، اتصلت بي الزميله بيان واتصل بي ابو محمد وضربهم بور مره مرتين ثلاث مرات. شلع قلبنا يعني. ابو محمد وبيان بلغوني قبل يومين قالوا لي كافي عوف علي الشيخ. قلت لهم ليش؟ قالوا هو يضرب بور يعني ما يجي مو ملتزم. فاحنا الكادر مالتنا اصرينا حتى نوقع بمقلب. هذيك الشجره شوف هذيك الشجره ضامين كاميرا. ذاك القلم الجاف بكاميرا. هاي الفوق شوفها البنكه بها كاميرا. بكل مكان كنا ضامين لك كاميرات حتى نصيد علي الشيخ. علاوة حبيبي زين توين رحت تغسل؟ انا ما اختفيت على مدفع الحساب يعني حساب ما قلت لو طلعت لي الحساب. ايه ها دفعت الحساب؟ ايه ايه ادفع ردي ادفع ردي. انا علاوة ايش قد هو 185 ولا دافع؟ 195 يعني زين يعني قبل يدفع الحساب. احنا ما قبلنا. اخويا كامل تعال يمي ايد حبيبي. لا شو هاي كنت هل اقول هو شلونك كسلان اليوم ضخم يعني قد خاف ما تقول والله هو طيحني بالبدايه. هاي يعني هذا وقعوا هنا يعني؟ وقعوا انا قلت لكم هنا اخر شيء واقعي. اي اي بس هو طيحنا اول مره يبزين وياه بالكتل. شفتك على كيف؟ شفتك على كيف وياه بالكتل؟
ها زين يعني داريته بالكتل انت مو ذيك الكتله. اي لا لا مو ذيك يا مو كيف فلشت الرجال مو ذيك الكتله انتصر عليه يا مو ذيك الكتله سويت بالرجال عمي تحضر عمامك عمي حضر له عمامك رح عمي سهله خادم حبيبي موسى كان حبيبي على راس لا حبيب علاوي احنا انت شاعر كبير بس احنا ما مر عندنا واحد تهدد على بنيه ما ترهم هاي الغيره العراقيه اخذتك بالغيره العراقيه انه تدافع على المراه العراقيه ما تخلي يعني ما انت واقف في شي موقف ولا لا صادق ايش موقف لا والله ما صادق ايش موقف تدرى العراقيين هم اهل الغيره بس انا موقف الحساب انا ضحكني الموضوع هو كده هو كان اسمه مش كان اسمه سمشايه قلت له سوري هو كان نص السمشايه كنا مسوي رجيم ويتامر يريد بيبسي يريد تفاصيل يتامر النوبه بالعافيه بالعافيه ها خلي اشوفهم السمشايه ابا شكلت منها كان ربع السمشايه يقولون مسوي رجيم مالي على العموم نعرض الحلقه لو ما نعرضها اعرض ابو حسين والله احبك اني فدول والله وانت اخوي وصديقي والعزيز والرابط على العموم خلينا نختم الحلقه بشيء حلو من يمك شعر شو تحب جدا يقول انا اللي ورطت قلبي اي وقلت له احب فلان أي. وقلت الروح دنق من الهضم ضوقي انا شروقي واحب بنيه من بغداد وبت بغداد تتعافى على الشروقي تقول لي ليش تغار وانا من الجنوب يعني ما تدرز لما انقط سمار انا من نسمع محب مبيوق اضوج شلون يمل في القضيه وما اغار وداعتك اشلع عيون اليدنا ليك واشتعل واحرج اليابس والخضار احنا وادم من نحب مسودنين وعلمودا نموت من ناخذ قرار ما استقبل طالعه وعدك صديق ولازم تضحكين يمه وما اغار حس بي شروقي بس بالحب اطيح اوعد خيط من البداوه دم حار مره قلت مسافره تتذكرين شلون ردنا انا وهل ندق المطار الله الله, الله. شكرا لك حبيبي علاوي شكرا الى مطاعم ومرسى العطيفيه واكيد أسعارهم مناسبة ورخيصة وشكراً إلى الفريق الشارك وياي حتى قدم هاي الحلقة انتظرونا بحلقة جديدة ومشاكل جديدة شباب شو اسم البرنامج مرمرني توني شلونك شكو ماكو الله يسلمك في ملا سنين وان مراقبة مرمرني تون بمقلبة والشعر الأسود شيبة مرمرني توني مرمرة ويومي جايب كاميرا مرمرني قلبي ضوجة مرمرني توني هواية سابيني هو سباية يومي جايب كاميرا وخلاني صرت حجاية مرمرني توني الشافني قشمرني لما انضافني وان النجر بيها طحت جذب علي وعافني فنان جابوا دولب جاب لنا لاعب تعب لكن يخب المقلبه مرمرني توني يا بشر تحشيش وانواع الفكر كلش حلو جنة قمر جايب نجوم ويانا يومي حلقة هنانا ما حد علي يزعل ترى والوسط كل اخوانا مرمرني توني هواية سابيني هو سباية يومي جايب كاميرا وخلاني صرت حجاية